المرأة المصرية أثرها واضحة للجميع في مزارعنا ومصانعنا وشركاتنا ومشروعاتنا، وكمان ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، شريكة للرجل اللي هو في الأصل أعظم استثمارتها وهديتها للحياة. كسبناها ازاي؟ بالوقت طبعا. بالوقت. بالوقت. استفدتي من مبادرة البنك المركزي في مصانع سيري برازرز ولا لا؟ في الفترة اللي فاتت استفدنا منها. تكلفة الخامات عندنا هنا في مصر، سواء اذا كانت تكلفة الاستيراد او تكلفة الخامات المحلية، كبيرة مش قليلة. حضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان، اللي بيقدم لحضراتكم خلال شهر رمضان المبارك قصص كفاح ونجاح سيدات من مصر. بطلة حكايتنا النهاردة هي الدكتورة إيريني ميشيل صادق، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيري برازرز للإضاءة وأيضا العضو المنتدب. هي تشغل هذا المنصب عن جدارة واستحقاق، لأنها تخرجت في كلية الهندسة قسم كيمياء، وبعدها اشتغلت في ورشة الدهان الإلكتروستاتيك داخل المصنع، بعدها اتحركت للحصول على دراسات في الإدارة، حتى الدكتوراه بتاعتها خدتها في الإدارة، من هنا بقت مؤهلة لهذا المنصب نائب رئيس مجلس إدارة سيري برازرز وأيضا العضو المنتدب، وأضافت كتير جدا لهذه الصناعة. خليكم معنا. الدكتورة إيريني ميشيل صادق، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مصانع سيري برازرز للإضاءة الحديثة ولوحات الكهرباء والعضو المنتدب للمجموعة، هي كريمة رجل الصناعة العملاق ميشيل صادق، مؤسس مجموعة سيري برازرز للإضاءة من الصفر، يعني من ورشة لمصنع صغير لمجمع صناعي عملاق. بجد عليه رحمة الله، كان سابع عصره وكان دايماً يمتلك أحدث خطوط الإنتاج ويرفع نسبة المكون المحلي بالصناعات المغذية، يعني كل قطعة بيستوردها لوحدات الإضاءة كان بيفكر هو ورجالته إزاي يصنعوها في مصر. عشان كده عندهم وحدات إضاءة نسبة المكون المحلي فيها تجاوز نسبة 80% وعدد لا نهائي من الإسطمبات. الدكتورة إيريني ميشيل صادق بطلة حكايتنا النهاردة حصلت على بكالوريوس الهندسة الكيميائية، وطبعاً كانت طول الوقت في مصنع سيري برازرز، وانضمت لقسم ومعمل الطلاء الإلكتروستاتيك لغاية ما تخرجت سنة 2000، بعدها اتجهت لدراسة الإدارة وحصلت على دبلوم الإدارة في الجامعة الأمريكية، واتجهت لفرنسا للحصول على الدكتوراه في الإدارة من جامعة EBIS، وهنا بقت مؤهلة فعلاً للمشاركة بقوة في قيادة مجموعة سيري برازرز للإضاءة. وبالمناسبة الدكتورة إيريني ميشيل صادق كانت بتشتغل وتدرس وترعى بناتها الأمارات يوأنا وبربتوا، وكمان تساند زوجها المهندس المحترم سامح زكري، عملاق صناعة الأساس المكتبي ومؤسس مصانع أرتستيكو في العاشر من رمضان، يعني كائن خارق للطبيعة. وبالمناسبة يوأنا النهاردة ما شاء الله في رابع عمارة بالجامعة الألمانية، وبربتوا في أولى صيدلة. وكمان نجحت الدكتورة إيريني ميشيل في قيادة المصنع لإنتاج 370 ألف وحدة إضاءة سنوياً، سواء داخلية أو خارجية للشوارع واللاندسكيب، لمختلف المشروعات العقارية والسياحية والإدارية والتجارية وكمان الصناعية.
وبالمناسبة في مجموعة ثري براذرز هم مميزين جدا في تصنيع أعمدة الإنارة والأعمدة الصغيرة البولارد والأبلايت والحربات الخاصة بإنارة الزرع وإضاءات الشوارع والكشافات واللوحات الكهربائية وغيرها كتير جدا من المنتجات. وكمان أسسوا شركة أركيلايت لتوفير جميع احتياجات المشروعات الكبرى اللي مش بيصنعوها في المجموعة، وخصوصا إضاءات مواقع العمل الخطرة زي البترول ومحطات الكهرباء ومصانع الحديد والصلب وغيرها. تعالوا نقابلها. صناعة تقيلة جدا. النهاردة لفيت محرك في المصنع، أنا مش قادر أتخيل كيف يمكن لسيدة أن تقود مثل هذه الصناعة. لا وكمان دخلت بها أسواق العالم، صح ولا لا؟ تمام. عايز أبدأ بقى من البداية. البداية علمنا إيه من عم ميشيل صادق الراجل العظيم رجل الصناعة؟ إزاي حببنا في صناعة الإضاءة؟ إزاي حضرتك دخلتي وطورتي ودخلتي أسواق العالم؟ حكاية بدايتها من أكتر من 40 سنة لما كان المهندس ميشيل وإخواته ابتدى تصنيع في مصنع صغير، ابتدى تصنيع سخانات، بعد كده ابتدى يطور في منتجات تاني، فلقى ان سوق الاضاءه سوق ما فيهوش ناس كتيره موجوده، ابتدى يعمل لمبه مكتب، ولمبه المكتب دي كان ديها يعني تاريخ طبعا ازاي. هو من نجا حمادي من هنا، فكان بيعاني في فتره الدراسه بتاعته من المذاكره على الاضواء الشموع والاضاءه الضعيفه والكلام ده، لمبه جاز، فبالتالي ابتدى يعني فضل الموضوع ده مأثر فيه كده. اول حاجه اخترعها اول حاجه ابتداها في الاضاءه هي قصه المكتب. ابتدى وابتدى يتوسع ويدخل منتجات جديده، فلقى ان المكان ده صغير مش هيساعد ان هو يكبر فيه الطموحات بتاعته ان هو يعمل صناعه حقيقيه. ففي سنه 86 اشترى ارض في العاشر من رمضان على مساحه 6000 متر مربع، وابتدى المصنع سنه 1990 ثري براذرز. وهنا بقى القصه بقى ليه تسمى ثري براذرز. اني بسال السؤال ده كتير، ليه ثري براذرز؟ عشان مهندس ميشيل، مهندس البير، مهندس ماهر هم اللي اسسوا الشركه. ثلاث اخوات فتسموا ثري براذرز. انت ازاي حضرتك قدرت تكتسبي كل المهارات اللي انا سمعتها النهارده؟ ازاي ما فيش مكنه مش عارفه انت بتعمل ايه؟ ازاي ما فيش خامه مش فاهمه احنا بنشتغل عليها ازاي؟ وحضرتك كيميائيه في الاصل صح كده؟ تمام. وحاصله على دكتوراه في الاداره. تمام. من فرنسا. طيب تمام. المهارات دي اكتسبناها ازاي؟ بالوقت طبعا. بالوقت والمسؤوليه. يعني في كل جزء انت بتدخل فيه او في كل اداره انت بتدخل فيها لازم تحتك بيها، فدي كلها حاجات اكتسبتها خلال الوقت وفادتني اكتر، او انا اتعلمت فيها اكتر لما ابتديت اركز في ان احنا نفتح اسواق خارجيه. ازاي اعمل كل سوق ليه المتطلبات بتاعته. اللحظه اللي حضرتك قررتي فيها ان انت تنضمي الى منظومه ثري براذرز، او اللحظه اللي المهندس ميشيل صادق اختار فيها حضرتك عشان تتولي او تبداي العمل في المصنع، كانت ازاي؟ وازاي اقنعك ان انت تيجي تشتغلي في مجال مخالف تماما لمجالك؟ عايز افهم النقطه دي. اثناء الدراسه كنا بننزل تدريبات في مصانع مختلفه، ففكره ان انا او اثناء الكليه دي ان انا نازله وموجوده في مصنع، ونزلت عندنا في المصنع تدريب اكتر من سنه، سنتين تقريبا في المصنع بتاعنا ثري براذرز، وبعد كده في مصانع تاني مختلفه بقى. كان كنت بتتعاملي كبنت المهندس ميشيل صادق ولا الطالبه اللي جايه تتدرب فلازم تمر على كل مراحل الصناعه؟ الطالبه اللي لازم تتدرب في كل الاقسام علشان تبقى فاهمه. واضح من خبرتك انت لفيت على كل المراحل بصراحه. علشان تبقى فاهمه في كل البروسيس بتاعت الانتاج الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. خلاص بقيت الديبارتمنتس الاداريه يعني برضو، يعني كنت مسؤوله عن كل الديبارتمنتات معينه، والاداره والتصدير والعلاقات الدوليه، صح؟ في حاجه ثانيه؟ التسويق. انتم الخارقون بتعملوا ده ازاي؟ تسويق، تصدير، السبورت فانكشن هي الادارات المسانده زي الماليه والاتش ار والاي تي، ودي الادارات، وبعض يعني البروسيس في الانتاج بيبقى لي انبوت فيها. يعني بتلاقي وقت ازاي؟ بتقدري تغطي كل المناصب دي ازاي؟ عايز اعرف. بيبقى في اولويات، يعني انا النهارده عايزه اركز على الموضوع 1 و2 و3، دول اللي انا عايزه الاسبوع ده ان انا اخلصهم. جزء كبير بصراحه يعني من الوقت للجزء بتاع التصدير. هي دي الاضافه الكبرى اللي حضرتك قدمتيها لشركة ثري براذرز، انك دخلت بيهم اسواق اخرى، صح كده؟ بالظبط. واحنا كنا كثري براذرز كنا يعني مركزين بشكل كبير بالسوق المحلي لغايه 2016 كده تقريبا او 2017، ابتدينا يبقى لينا تواجد في الموارد الدوليه، ومن خلال الموارد الدوليه بقى ابتدينا نفتح في اسواق مختلفه تاني. ابتدينا في سوق الكويت، السعوديه،
الأردن، ده كان سوق قديم معانا، فابتدى يبقى ليه توجه بقى من 20 و21 من التواجد في السوق الأفريقي. نقدر ننافس في أوروبا؟ نقدر ننافس في أوروبا، بس الموضوع محتاج استراتيجية مختلفة. أبو صناعة الإضاءة طبعا. طبعا مانيا فرنسا دول الناس بتوع الإضاءة، عمالقة عمالقة الإضاءة. ننافسهم إزاي؟ صدقني عندنا ميزة تانية، سعرنا أقل، سعرنا كتكلفة تشغيل أقل يا ريسورسز موجودة عندنا أكتر. النقطة التانية اللي احنا المنتج بتاعنا زي ما قلت من الميزة اللي في 3 Brothers هي جودة المنتج، فدي تأهلك ان انت تقدر تدخل السوق وتدخله بأريحية، حتى لو المواصفة نفسها محتاجة تعديل، لا احنا عندنا القدرة ان احنا نعمل التعديلات دي على سيستم الجودة اللي موجود. ايه الفرص بتاعتنا في السوق الأفريقي؟ انا عايز افهم، وهل هنروح هناك كمصنعين ولا مصدرين مجرد بنصدر منتج، ولا ممكن هناك مش نعمل حاجة يعني نعبي عندهم نقفل عندهم المنتج بتاعنا؟ ما احنا لازم نديله حتة برضه. أي دولة أنت بتروحها بيقولك أنا محتاج مش حد يجي يبيع لي، أنا عايز حد يجي يعلمني ويطور معايا. أنا شايفة الفرصة اللي موجودة في أفريقيا إن يبقى في يعني أساسيات لمصانع بتشتغل في مجالات معينة، يبتدي تتطور معاها الشغل بإن أنت بتنقل لها الخبرة بتاعتك في المنتجات اللي موجودة وإزاي نقدر نجمعها، وإيه التولز الصغيرة اللي احنا نقدر نجمع بيها لو اللي مطلوبة منه هناك، نقدر نختبر المنتج إزاي، وبالتالي لما يجي هو يشتغل هيبقى بقى فيه زي مكون محلي موجود ليه، بقى هو ليه input، فبالتالي بقى صناعة محلية، فيبتدي يبقى position بتاعه مختلف. أنا مش بستورد، لا أنا بصنع. استفدتي من مبادرة البنك المركزي في مصانع 3 Brothers ولا لا؟ في الفترة اللي فاتت استفدنا منها. عملنا ايه؟ هل توسعنا في خطوط؟ هل توسعنا في المجمع الصناعي بتاعنا؟ عايز اعرف. توسعنا في مكان، شراء مكان. مكان. التحديات اللي تواجهنا النهاردة عشان نكمل. لازم يبقى بنتكلم في قصة تكلفة التمويل تبقى معقولة. الأوفر هيد اللي موجودة على المنتج تبقى تكلفتها معقولة. خلال الفترة اللي فاتت القرارات اللي اتخذت وفي زيادة في تكلفة التمويل بنسبة 6%، تكلفة عالية جدا. المبادرة بتخفف من وطأة تكلفة التمويل دي، فياريت ان يبقى في استمرارية ليها وبنفس القيمة بتاعتها يعني الفترة لغاية لما نعدي الأزمة اللي احنا فيها. بس كون حضرتك عندك مركز تصميم والشباب بيصمموا، مش ده ممكن يديكي فرصة انك تدخلي السوق بأي سعر انت عايزاه، لان ده تصميمك انت اللي عايزه، هو بينقي حتى او منتج يونيك قوي او فريد من نوعه في العالم، صح ولا لا؟ صح، بس يعني في الجزء بتاع التصدير انت دلوقتي انت بتتنافس مع كل العالم، انت بتتنافس، انت منتجك، احنا بندخل في مشاريع، فالمشروع بيبقى فيه مواصفات معينه احنا بنطبق عليها المنتجات. انت ممكن هتلاقي اكس وواي وزد كبراندات موجوده، لكن الاسعار ممكن يبقى فيها اختلافات، فبتبتدي انت بتعمل اكس وواي زد. وحوش في العالم طبعا، ممكن تبقى وحوش، ووحوش ممكن في الكميات كمان. مش شرط ان هو يبقى وحش في التصميم بتاعه او المنتج بتاعه يبقى هاي كواليتي، لا انت ممكن يبقى مشكله في عنده في الاسعار، بينتج بكميه ناس برودكشن كبيره جدا، فتكلفه الانتاج عنده قليله، فبالتالي انت سعرك هيبقى مش منافس قوي قدامه. تكلفه الخامات عندنا هنا في مصر سواء اذا كانت تكلفه الاستيراد او تكلفه الخامات المحليه كبيره مش قليله. لما بنختلف مع بعض في وجهة نظر مثلا في شأن الأولاد بنتعامل إزاي؟ لما بنختلف مع بعض في وجهة نظر مثلا في شأن الأولاد بنتعامل إزاي؟ خلي بال حضراتكم، الدكتورة إيريني ميشيل صادق نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مصانع 3 Brothers للإضاءة الحديثة ولوحات الكهرباء والعدوى المنتدب للمجموعة، مش بتفكر طول الوقت غير في شيء واحد، إزاي تحافظ على 750 عامل في المصنع وإزاي تطور أدائهم وتحقق ليهم الحياة الكريمة، لأنهم باختصار بيقدروا يصمموا أي شكل من أشكال وحدات الإضاءة وتصنيع استنبطها، وخصوصاً الموفرة للطاقة والذكية، وهم أول ناس صنعوها في مصر، وعشان كده هم سر نجاح مصنع 3 Brothers. تعالوا نعمل جولة معاها في المصنع، نتعرف على بعض مراحل التصنيع وتشكيل البلاستيك والألمونيوم في مجمع 3 Brothers الصناعي في مدينة العاشر من رمضان. هنا المعمل تمام لاختبار الخام واختبار المنتج النهائي،
ولكن هنا برضو مركزين على التصميم. هنا في مركز كامل للمبدعين في الإدارة. بداية الفكرة صح كده؟ بداية الفكرة. أنا عندي كل سنة بيبقى عندنا زي هدف سنوي. أنا إيه المنتجات الجديدة اللي هتنزل؟ بناءً على بقى التيم بتاع الماركتينج قال إيه الترندات اللي موجودة دلوقتي في مجال الإضاءة؟ التيم بتاع المبيعات ليه متطلبات علشان أقدر أكوب اللي مطلوب في السوق في الوقت الحالي؟ فبنبتدي ناخد الأفكار كلها اللي مطلوبة من الجهتين دول. وإحنا حابين إن إحنا إيه الحاجات اللي إحنا نضيفها كشركة يعني تبقى في المنتجات بتاعتنا. بس بنبتدي كل سنه نحط خطه سنويه للمنتجات اللي احنا هتنزل خلال السنه الجايه. فالفكره نفسها بتبقى موجوده هنا من اول سكتش بيبقى بيترسم، بعد كده بيتاخد عليه الموافقات المبدئيه، اذا كان في اي حاجه تانية فيتشرز تانية عايزين نحطها في المنتج يبتدي يتعمل بروتوتايب حاجه كده يعني مبدئية. نموذج للمنتج، ونبتدي نعمل عليه الاختبارات اللي مطلوبه، نتاكد ان المنتج ده تمام، الاداء بتاعه تمام. نبتدي بقى نمشي في مرحلة تصنيع الاستنباط بتاعته. ممكن المنتج الواحد ممكن يوصل عدد الاستنباط بتاعته 10-15 استمرة. فبيبتدي بقى التصميم الفني يسلم التصميم الميكانيكي المنتج، ويبتدي بقى ينفذ في الاستنباط بتاعته. يخلص الاستنباط بتاعته تنزل الاستنباط للتجربة بتاعت المنتج كامل، ونبتدي نعمل العينات الأولية اللي نعمل عليها الاختبارات كاملة للمنتج، بعد كده تبتدي تنزل السوق. المكان هنا متاح للمبدعين، يعني بالزبط. أنا عندي تصميم حلو وأنا راجل مهندس وفاهم وعايز بالزبط. أقدم تصميم جديد، تقدروا تساعدوني نصنعه؟ بالظبط، كتصميم جديد أو تصميم للغير أو تصنيع للغير. دي حاجة احنا اشتغلناها خلال الفترات اللي فاتت، إن بقى معانا ديزاينرز موجودين سواء إذا كان يعني أوروبيين أو موجودين من مصر. ابتدينا نتعاون معاهم بحيث إن هم يشتغلوا في تصميم منتجات جديدة بأفكار مختلفة بطرق تصنيع مختلفة، ونبتدي احنا نطبقها احنا هنا. فدي تمت مع اكتر من واحد سواء اذا كان مصري او اوروبي. احنا بننتج ايه هنا؟ حاجة زي كده. اضاءات الشوارع صح كده، الكشافات الشوارع، عشان ما نظنش بس ان احنا مش اضاءة بس على فكرة. احنا اكتر من لايت. اضاءة دي الاساس. اضاءة داخلية، اضاءة خارجية، كشافات شوارع، لوحات كهرباء ضغط منخفض، دي اللي مع شنايدر صح كده؟ مع شنايدر. كيبل تريز، ده يعني ده لاين جديد احنا ابتدينا فيه في 23. كيبل تريز حوامل الخطوط، يعني الحوامل اللي بتبقى في اي كونستراكشن، الحوامل اللي بتحط عليها الكيبلز في اي، ده مهم جدا. بالظبط، دي كنا بنستوردها من بره صح كده؟ النهارده بنصنعها، وده شيء ممتاز جدا. يعني هو 3 براذر ابتدت تصنعها في 23، وطبعا في مصنعين في مصر مختلفين برضو، بس احنا لقينا ان احنا عندنا الامكانيات والمكان، وده جزء من يعني من صناعتنا، فابتدينا ان احنا نقدمه للسوق وابتدينا ندخل فيه يعني بشكل كويس. ممكن تفتحي لي كمان سوق تصدير في بعض الدول اللي ما فيهاش الصناعه دي، في بعض الدول افريقيا. اتوقع ان افريقيا ممكن يدخل فيها بشكل كويس جدا. طيب نبدا مرحله جديده في الحوار بتاعنا. انا عايز اطمن على اخويا وصاحبي وحبيبي المهندس سامح زكري. تمام. هو اساس، هو الزوج، هو اكيد وفر لك الوقت انك تنجح النجاح ده كله، زي ما حضرتك دايما في ظهره عشان يحقق النجاح الكبير اللي هو فيه النهارده. هو النهارده واحد من افضل مصممين الاساس المكتبي في مصر. تمام. ارتستيكو بنفضله امتى؟ المكون الاساسي في حياه ايريني هي اربع حاجات، الاسره والعيله يعني، والشغل والدراسه، وال يعني الخدمه المجتمعيه. اوكي، في كل حاجه فيهم بتاخد المساحه الوقت بتاعها. أكبر وقت طبعاً بالنسبة لي هو الشغل يعني، بس هنا الدنيا بتتقاس مش بالكوانتيتي قد الكواليتي. ممكن بياخد وقت كبير في الشغل، وممكن أحياناً بروح الساعة 6 أو 7، بس في الآخر الوقت اللي هقضيه في البيت شكله إيه؟ يعني مع الأسرة، مع البنات، مع سامح، بطريقة التفكير دايماً سامح بيشاركني معاه في الاختيارات بتاعته، في آرائه، بياخد رأيي في مواضيع معينة في الشغل تخص الشغل، في شراكاته، في التخطيط الاستراتيجي للشركة. أنا بحاول إن أنا أبقى يعني زوجة كويسة. يعني دايماً لازم كويسة. يرجع مع حضرتك ويناقشك في كل خطوة بياخدها عشان ياخد الرأي اللي هو أمين عليه. بالظبط، يعني رأيك إيه في الحتة دي؟ أقدر أعمل فيها إيه؟ طب أنا هعمل كذا، طب تفتكري في حاجة أفضل منها؟ فدايماً هو يعني كده في حوار في الحتة دي يعني. طب العكس بيحصل؟ حضرتك ممكن تسامح بعد إذنك
انا عندي حاجه في الشغل عايز اشارك فيها؟ لو عندي مشكله ممكن بقى بشاركها معاه، يعني بشارك المشكله دي معاه، وانا مضغوطه ممكن بسبب ايه او متضايقه بسبب ايه. فايه رايك اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ كان ممكن في حاجه تانية افضل اعملها ولا لا؟ في وقت المشاركه البيت. في وقت اللي في وقت، ما انا بقولك مش على قد وقت، ما هو وقت طويل، بس الوقت اللي موجود بنستغله صح. الاولاد يوانا صح كده؟ يوانا ايوه وبيربتوا تمام. اسمها حلو قوي جدا قوي. هواياتهم ايه؟ بيشتغلوا ايه؟ بيفكروا في ايه؟ عايز افهم. لا، هم في مرحله الدراسه في الوقت الحالي. يوانا معماريه في عماره، وبيربتوا في صيدله. دي داخله يعني كل واحده فيهم داخله الجامعه على يعني الشغف بتاعها في اي حته يعني. فالحمد لله كل واحده ناجحه في الدراسه بتاعتها بسبب ان دي هي الحاجه اللي حباها. يعني لما بنختلف مع بعض في وجهه نظر مثلا في شان الاولاد بنتعامل ازاي؟ دايما بيبقى في حد بيبقى هو الطرف الحنين وحد الطرف الشديد شويه. فاللعبه دي مين اللي بيلعب الدور ده ومين اللي بيلعب الدور ده؟ انا الطرف الحنين. أنا الطرف الحنين وهو الطرف الشديد شوية. هو بيعرف يبقى شديد؟ العكس في بعض المواقف. أو العكس في بعض المواقف، مواقف معينة بنبقى العكس. فبيبقى فيه يعني تبادل شد شد وسيب، ويعني حد يشد وحد يسيب. فدي حاجة احنا بنشتغل عليها بحيث إن ما يبقاش أنت مش شايف الموضوع العيلة كلها في اتجاه واحد. لا، لازم يبقى فيه حد طرف بيسمع له كويس قوي، في حد لا يقول لا فخلاص بقت هي لا يعني. هو نسبة المكون المحلي في الصناعة دي هنا بتختلف من منتج للتاني، بس من اللي بنتكلم من 50-70%. هو نسبة المكون المحلي في الصناعة دي هنا بتختلف من منتج للتاني، بس من اللي بنتكلم من 50-70%. اتجهنا مع المهندسة إيريني ميشيل صادق لأول مصنع أسسه المهندس ميشيل صادق عليه رحمة الله، واللي تحول لمركز إبداعي لتصميم الإضاءة، ودي مفاجأة كبيرة جداً. وفي مكتب هندسي ومعمل ضخم لاختبار وحدات الإضاءة اللي بيصنعوها، وهو معمل معتمد دولياً، وكمان وحدات تصنيع الاستنباط الخاصة بوحدات الإضاءة، شيء مبهر فعلاً. تعالوا نفهم إيه سبب تحويل المصنع لمركز للإبداع. دكتورة إيريني ميشيل صادق، الصناعة بتاعتكم مش سهلة، صناعة تقيلة جداً، فيها ماكينات حقن وتشكيل وماكن تشكيل معادن. فبالراحة كده يعني إيه ده؟ يعني إيه مصنع على 55,000 متر؟ ببساطة إحنا تصنيع الإضاءة يعني من الحاجات اللي فيها صناعة مختلفة، صناعات مختلفة، منها حقن الألومنيوم زي ما إحنا شايفين. عندنا 6 ماكينات حقن الألومنيوم اللي هي ماكينات الحقن دي صح كده؟ اللي هي بتبقى معتمدة على إن في قوالب بتتصنع وبتبتدي تتحقن بالألومنيوم، اللي الألومنيوم بتاعتها بتبقى ما يعني مدروسة السبيكة بتاعتها كويس بشكل كويس وبتبقى متحللة. بنعمل اختبارات للألومنيوم؟ بنعمل اختبارات للألومنيوم، كل باتشاية بتيجي بنختبرها الأول وبعد كده بنبتدي ندخلها الإنتاج. فبيبقى التصنيع بيبقى على حسب بقى كل مكنة على حسب الحجم بتاعها وبنبتدي نشكل فيها. ممكن نروح الناس تتفرج احنا بنعمل ايه؟ طبعاً. فأنا عايز أعرف هنا كل جزء في الوحدة الإضاءة اللي حضرتك بتصمميها هنا بيعملوا لوحده، استنبطها ملكنا بالظبط صح كده؟ احنا يعني من المميزات في 3 براذرز ان احنا بنصنع استنباط المنتجات بتاعتنا والقوالب احنا بنصنعها في المصنع عندنا. بتبتدي المنتج الواحد ممكن يبقى فيه اكتر من جزء من استنباط، ممكن نتكلم من 5 الالومنيوم ده استنباط. كله مصري صح؟ الالومنيوم من شركاتنا بنجيبه هنا من مصر. هو نسبة المكون المحلي في الصناعة دي هنا بتختلف من منتج للتاني، بس من اللي بنتكلم من 50-70%. يعني كده من امريكا نصدر من حقنا نرد الاعباء التصديريه. بالظبط. وانت بتستهلكي كم طن المونيوم يوميا؟ 20 طن تقريبا في الشهر. هنا الشغل كله متركز على ان هو ياخد الالومنيوم ويعيد تشكيلها في الاستنباط اللي انتوا بتصنعوها. انت بتصنعي كل حاجه في المنتج بتاعك؟ كله انهاوس، كله في الجو الشركه عندنا. بمعنى ايه بتصنعي؟ فهمينا يعني ايه بتصنعي كل أجزاء المنتج بتاعي باستنباطي برجالتي؟ بداية من فكرة المنتج بنبتدي احنا نصممها عندنا في الشركة، الفكرة والابليكيشن بتاع المنتج ده هنشتغل عليه ازاي. بعد كده بنبتدي نشوف الاستنباط بتاعة المنتج ده هيحتاج كم استنباط،
4 5 10 على حسب حجم المنتج. بعد ما بتخلص الاسطمبه بتيجي تتجرب هنا في المصنع على المكنه اللي احنا مختارين يعني الكباستي بتاعتها هتبقى ايه. فبنبتدي نشتغل على الحقناها هنا وبنبتدي نطلع التجارب الاوليه للمنتج ده، طلعت النتائج سليمه اوكي خلاص بنعتمد الاسطمبه دي تمام وتنزل الشغل. بعد ما بنخلص عمليه حقن الاسطمبات بنبتدي بعد كده بتدخل على الرماله بنحط المنتجات. دي الرماله دي بتبتدي تترمل بشكل معين بحيث ان هي تنضفها من اي شوائب موجوده فيها. بعد كده بيطلع المنتج بقى زي ما حضرتك شايف منتج كده نضيف وسليم. دي اسطمبات على فكره، مش دي الاسطمبات دي كلها اسطمبات خاصه بمنتجات مختلفه. هتلاقي كل جزء فيها بشكل جزء من المنتج، يعني كل اسطمبه فيها بشكل جزء من المنتج على حسب حجم المنتج على حسب حجم الاسطمبه. هنا الاسطمبات دي الاهم كمان، دي الاكبر، دي الاكبر ودي يعني في اسطمبات هنا لو احنا اتكلمنا بسنه 1900 وكام المصنع 90 1990 يعني في اسطمبات هنا عمرها 30 سنه مثلا واكثر. هنا منطقه الالومنيوم بالكامل صح كده، الالومنيوم وتشكيل الالومنيوم وتشكيل الالومنيوم وتشكيل البلاستيك كل ده مكان حقن البلاستيك. مكان حقن البلاستيك كل ده صح، مكان حقن البلاستيك اللي ورانا ده مكان حقن البلاستيك بالظبط. يعني هنا الومنيوم وبلاستيك بيتجهز هنا وبعدين يبدا يتنقل فين بقى؟ المرحله اللي بعد كده مرحله الدهان. مرحله الدهان الالكتروستاتيك الالكتروستاتيك هو لعبه الدكتوره إيريني ميشيل. ايوه صح كده بالظبط. تعالي يلا بينا نشوف. دلوقتي هنزور مع الدكتورة إيريني ميشيل هناجر تشكيل الصاج والدهانات وتجميع مكونات وحدات الإضاءة وتغليفها وتجهيزها للتركيب في مختلف المشروعات، وبالمناسبة بيشتغل فيها عمالة من ذهب والفينش بتاعهم جبار وينافس المستورد بقوة. خلصنا هناك يا دكتورة العمليات حقن البلاستيك وحقن الألومنيوم. المنتج بيجي هنا صح كده؟ هنا بنتكلم في كل ما هو تشكيل للصاج، فكل ما هو منتجات الإندور سواء إذا كان للإضاءة أو للوحات بتتصنع هنا عن طريق مكان CNC وتقطيع، مكان تقطيع وتخريم وتثنية كلها عن طريق المكان اللي موجود هنا. وزي ما حضرتك شايف كده بقيت خبيرة في الصناعة مع أنها صناعة تقيلة. صناعة تقيلة بس دراستك للكيمياء على فكرة فايدك جدا هنا. الصناعه عندنا هنا محتاجه كهرباء اكتر بس يعني انا اتعلمتها بالخبره. يعني هنا دكتوره إيريني قالوا لي ان المصنع او الهانجر ده تحديدا بتاع العباقره بتوع المصنع تمام. الناس المزجنجيه صح ولا لا؟ صح كده. هنا بيبقى تشكيل لبعض الاجزاء في المنتج اللي ممكن تكون صغيره والتشكيل بتاعها بيبقى صعب شويه، فالمنتجات دي كلها دي جزء من منتج. ده مبرد ده مبرد حراري بيعملوه هنا بيتعمل هنا عندنا بيتحط في المنتج بحيث ان هو بيوزع الحراره بتاعه ال LED. انت اللي بتعملي الكلام ده لنفسك؟ احنا اللي بنعمل الكلام ده هنا لنفسنا، كل الكلام ده بيشتغل من النحاس والالومنيوم تشكيل يعني النحاس. اكيد دخلت بالصناعات دي عشان تضمني الجوده بتاعتها، عشان نضمن الجوده بتاعتها، عشان يعني ممكن ما تلاقيهاش بره بسهوله بالدايمنشنز اللي احنا محتاجينها. فعندنا المكان اللي بيصنع الكلام ده فبنبتدي نشتغل عليها. ايه الحاجات النحاسيات دي بقى؟ الكشاف ده اللي على ايدينا الشمال ده كشاف نافوره، ده بيختص تحت حمام السباحه او النافوره. كشاف نافوره؟ ده كشاف نافوره ده بيبقى بنقول عليه الاي دي بتاعته او درجه الحمايه بتاعته 68. وكل ده اتخرط هنا واتصمم هنا صح كده؟ بالظبط. وبقيه الاجزاء الصغيره دي اجزاء من المنتجات، يعني كل جزء فيها بيأدي وظيفه داخل منتجات. حضرتك تصنع الجزء ده او الاجزاء الصغيره دي من عندك، انت عملت صناعه مغذيه كبيره جدا عشان تطمني بالظبط صح كده. للمكان هنا دول مكانتين CNC اللي بنعمل عليهم تشكيل الصاج عشان نصنع البانل اللي هي اللوحات ال 60 في 60 او كشافات ال 60 في 60 واللوحات يعني هنا الجزء بتاع الماكينات سواء CNC او التنيات هناك صح كده؟ التنيات المقصات المكانس اللي تعمل الحاجات دي كلها بالظبط. ده كده كشافات اللي بتركب في السقف 60 في 60 دي كشافات سقف دي صح؟ دي كشافات سقف. وكمان في لوحات الكهرباء اللي هي التوزيع الصغيره او الكبيره برضو بتبتدي تصنع هنا من خلال المكانتين دول. يعني هنا على ايدينا اليمين استكمالا للتصنيع يعني مراحل التصنيع في المكابس هنا في المقص والتنية مقصات وبعد كده في المكابس اللي بنقدر نشكل بيها سواء اذا كان الومنيوم او صاج. بعد كده بعد ما بتخلص المراحل دي كلها
برضو في مرحلة اللحام، لحام الصاج موجود هنا معانا. بعد ما بخلص المرحلة دي كلها بتدخل بعد كده على مرحلة الدهان. قبل ما بتدخل على فرن الدهان على طول لازم بيعدي على مراحل. الأول إن احنا نتأكد إن المنتج نظيف خالي من أي زيوت وأي شحوم، علشان مرحلة الدهان بعد كده مش هيبقى الدهان لو في أي شحوم دول، يستكل طبقة الدهان عليها كويس. يعدي على مراحل الغسيل. أنا عايز أقول لك حاجة ملحوظة عندك، اللحامين جامدين قوي، شاطرين قوي، يعني ان يعمل لحام مش باين فده راجل عبقري فعلا. هي في الحته دي يعني. في الحته دي مميزين فيها وبنهتم بيها قوي، لانها من الحاجات اللي في المنتج اللي ممكن تعيبه او تخليه كويس طبعا. ودي متشعلقه كده محدش يقدر يلمسها، عشان اي لمسه فيها اي دهون هتمنع عنها الدهان. نرجع تاني، احنا عايزين بس الناس تفهم بالزبط اهميه الدهانات دي عامله ازاي. بالظبط، عشان كده بنطلع دهانات توازي الدهانات العالميه. بالظبط. طب تعالى اتفرج عليه. ده المنتج اهو كده، وهو داخل الفرن وده كده هو خارج من الفرن. هنا المنتج النهائي اللي راح بقى التجميع، صح كده؟ ولازم يتغلف كده عشان نحافظ على الدهان بتاعه. بالظبط، لازم من كل مرحله لمرحله لازم نحافظ على ان الدهان بتاعه ما يقشرش، ما يتخبطش مع في بعضه فما يقشرش فيجي يرجع تاني للدهان. فدايما بنحافظ في قصه الهاندلنج دي ان احنا نحافظ على المنتج سليم لمرحله التجميع. يلا بينا على مرحلة التجميع. يلا بينا. امرأة فاضلة ثمنها يفوق القالب. حضراتكم اسمحوا لي احكي لكم حكاية عن السيدة الدكتورة إيريني ميشيل صادق وزوجها المهندس سامح ذكري. لما تقدم لها المهندس سامح ذكري كان لسه خريج من كلية الهندسة، كان لسه شاب صغير، بينما إيريني ميشيل كانت موجودة في قلب الصناعة، يعني من وهي في إعدادي هندسة وهي شغالة في المصنع وعمالة تاخد دورات عشان تؤهل لقيادة هذه المجموعة العملاقة. في الوقت ده المهندس ميشيل صادق مؤسس مجموعة ثري براذرز للإضاءة قعد مع المهندس سامح ذكري، قال له أنا ممكن كمهندس أجيب حضرتك تشتغل معايا في قلب المصنع وتبقى سند قوي ليا والإيريني، ولكن أنا شايف إنك لازم تبدأ صناعة مختلفة تماما عننا وبعيد تماما عن صناعة الإضاءة. هو كان شايف برؤية بعيدة جدا، ما ينفعش إن زوج بنتي يبقى شغال في المصنع موظف بينما بنتي نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب أو تتجه لهذه المناصب. وفورا بدأ سامح ذكري حرب ضروس جدا في الصناعة، لغاية أنه بقى النهاردة واحد من أهم المصنعين في مصر للأساس المكتبي مجموعة أرتستيكو، ليها شراكات كبيرة جدا مع أكبر المصنعين في أوروبا، وهيوطن هذه الصناعة العملاقة في مصر. خلي بال حضراتكم احنا بنستورد كميات ضخمة جدا من الأساس المكتبي، فلما نلاقي حد عايز يوطنها في مصر لازم كلنا نسنده وندعمه. النهاردة صدقت رؤية المهندس ميشيل صادق وأصبح المهندس سامح ذكري من أكبر مصنعين الأساس المكتبي في مصر. والسيدة الدكتورة إيريني ميشيل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ثري براذرز وأيضا العضو المنتدب، ولا يجمع بينهم غير الحب والأسرة السعيدة. ربنا يحفظهم. خلونا نكمل. دلوقتي تعالوا نقابل المهندس سامح ذكري واللي هيكلمنا عن حياته مع المهندسة إيريني ميشيل وإزاي حياتهم اتأثرت بوالدها المهندس العملاق ميشيل صادق، اللي لغاية النهاردة بيفتكروا كل نصيحة وجهها ليهم وبيكتشفوا إنه كان دايماً على حق. إيريني ميشيل، قبل ما اجيب اسمها يعني اقول لك قول كده لطيف، بيقول لك امراه فاضله ثمنها يفوق القالب. فدي باختصار إيريني. إيريني هي زوجه وام، ومعنى كلمه ام بالنسبه لي مش اللي خلفت ولاد، يعني اللي بربت، لان اللي بيربي ده بيخلق جيل مجتمع صالح. احنا زوجين قدرنا قربنا نكمل تقريبا 23 سنه متجوزين، واحنا عندنا بنوتين، يوانا في داخله بكالوريوس هندسه عماره،
وعندنا بيربيتوا في أولى صيدلة. وهذا الزواج زواج فيه نوع من أنواع الحب والاستقرار نشأ ما بيننا وما بين بعض صداقة كبيرة خلال الرحلة دي كلها. أنا مسنود بيها دايما في آرائها، هي حد بالنسبة لي صاحب وصديق، ورغم كل المشاغل اللي بتمر بيها لكن هي مركزة معانا كويس جدا، هي فاهمة الدور كويس، دورها في الحياة كحد مسؤول عن صناعة تقيلة وقوية ومسؤول عن بيزنس تقريبا بيدور فيه تقريبا أكتر من 1000 موظف من ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، لزوجة وأم وبتشاركني في العمل اللي يعني العمل اللي أنا بقوم بيه دايما. فهي متواجدة في كل مكان، عاملة الحسبة دي إزاي أنا مش عارف. المهندسة إيريني ميشيل صادق بتشتغل يومياً ما بين 10 و12 ساعة، بعدها بتتفرغ تماماً لبناتها يوأنا وبربتوا وزوجها المهندس سامح زكري، وهي دايماً مستشاره الأول في التصنيع لوحدات الأساس المكتبي اللي بينتجها. عمرها ما قصرت سواء في شغلها بالمصنع أو في رعايتها لأسرتها. برافو بجد. أنا بدعو حضراتكم تاخدوا عربياتكم وتتجهوا إلى مدينة العاشر من رمضان وتزوروا المجمع الصناعي العملاق 3 Brothers. هناك هتفهموا قيمة المنتج المحلي وأهمية مساندته. دي ناس وصلت في المكون المحلي لـ 80% و90%، والسيدة الدكتورة إيريني ميشيل صادق بتقود هذا الكيان بجدارة، ونجحت في الدخول إلى أسواق كل الدول العربية وأيضا الأفريقية، وبتحارب على أسواق أوروبا، وبكرة هتدخلها. نشوفكم بكرة.